يقول هناك أربع مساجد في مدينة ما، وكل أوقات الصلاة تختلف بينهم. هذا دين واحد؟ نعم نعم. بماذا تنصح؟ الله يشوف، في مثل هذا لا بأس أن يحتاط الإنسان. الآن من، أنا ما أدري، أنا في ألمانيا كيف تأتي، يعني كيف هذه الورقة التي فيها أوقات الصلوات، من الجهة، ما هي الجهة التي تصدرها، من الأشخاص الذين يصدرونها؟ أنا ما عندي في الحقيقة أي خلفية عن الموجود عندكم في ألمانيا. فعلى كل حال، إذا اختلفت هذه الجهات، عرفتم أن جهة من هذه الجهات هي التي فيها العلماء، وجهة أخرى فيها علماء مصنفين آخر. مرة جاءني، كنت في بلد من البلاد، فجاءني واحد لما انتهيت من المحاضرة، جاني واحد يقول لي: يا شيخ، ترى هذا السؤال أسأل عنه في كل منطقة في أوروبا، في كل موضع. المهم في هذه البلاد، قال لي: احنا الفجر يصلونه قبل الوقت، يصلون قبل الوقت وكذا وكذا. قلت له: كيف عرفت أنه قبل الوقت؟ قال لي: أننا خرجنا في البراري ونظرنا وراقبنا. قلت: من نظر؟ قال: أنا وبعض الناس. قلت: وما أنت؟ وهذه ما يسأل بها عن الماهية. أنا أسأله من سيجيبني، زيد أو عمرو؟ أنا أسأله: ما أنت؟ ما أنت؟ أنا آخر. إيه، ما أنت؟ قال: أنا الإمام. إيوة، زعما إذا قلت لي أنا الإمام أفدتني يعني؟ وأنا أعرف كيف تكون الأئمة في أكثر مساجد أوروبا، كما وصفت لكم أمس. هو إنسان لا عمل له، ولا دراسة له، ولا مأوى إليه أو إلى المسجد، واليوم وغدا وكذا. وأنا ذكرت لكم قضية أمس وصار إماما. المشكلة أنه صدق نفسه أنه إمام. وأنا مرة قلت لإنسان، وهذا كان أحد فضلائهم لأنه عنده دكتوراه أو دكتوراتين عنده، لكن ليست واحدة منهما أو ثلاث دكتورات، ما أذكر، ليست واحدة منهما في 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 الشريعة. واجتهاده في مسائل الدين اجتهاد شخصي، ولأنه قلت له: يا فلان، إن الفرنسيين عندهم مثل يقولون في بلد العمي: الأعور ملك، الأعور من يرى ينظر بعين واحدة. في بلد العمي الأعور ملك. قلت: تدري الخطورة متى؟ ما هي؟ عندما يظن الأعور أنه زرقاء اليمامة ينظر على بعد 3 أيام، هذه مصيبة. قلت له: علامات دخول الوقت هذه يذكرها الفقهاء في كتب الفقه، هل درست أنت هذا الباب؟ درسته؟ لا. وكذا، أنت رجل عامي بهذا، وإن قدمك الناس تصلي، أنت عامي وأنت تعلم أنك عامي، والناس يعلمون أنك تعلم أنك عامي. فلهذا أقول لكم، إذا كانت جهة من هذه الجهات تصدر، التي تصدر أوقات الصلاة، جهة فيها العلماء، فهي التي تتبع. إذا كانت لا تدرون، أنتم ترون أوقات تخرج، ولكن ما تدرون من يصدرها، من يخرجها، من يقوم على ذلك، أرى لكم أن تحتاطوا. يعني بالنسبة للعشاء تصلونه مثلا في آخر الوقتين، بالنسبة للصبح تصلونه في آخر الوقتين، ما لم تروا النهار قد طلع والشمس قد طلعت. فعلى كل حال تحتاطون لأنفسكم. أنا ما أستطيع أن أقول لك هذا المسجد هو الصواب وهذا المسجد ليس بصواب، أنا ما أعرفه، أنا قلت لكم لا أعرف الوضع عندكم في ألمانيا، لكن تحتاطون لأنفسكم. وكذلك فيما يتعلق برمضان، على كل حال أنا أحسب أن هذا الزمن الآن لا تسألون أنتم عن الفجر والعشاء في مثل هذا الوقت، هذا الوقت هذا الناعم عندكم، عشاء في السادسة والربع، الليل فيه 24 ساعة. لكن تسهلون في رمضان في الصيف؟ لا والله، هذا في 12، لا نجعل بين المغرب والعشاء ساعة وربع، لا نحن نجعله فقط ربع ساعة بين، لا. مفروض أن يكون فيكم انصاف.
مفروض أن يكون فيكم الإنصاف. نحن لا نزاحمكم في نعيمكم هذا في الشتاء، فلا تزاحمونا في نعيمنا في الصيف، فلا يصلح هذا. الله أعلم.